التكهنات كانت مفتوحة. أنا واش يأسفني هو أن مازلنا إحنا متعلقين ومتشبكين على الصورة اللي صنعها الفريق الوطني في 2019 كأس إفريقيا. نقولوا قريب هذاك حلم رانا نجروا عليه، وذاك الحلم راه كل ما يجوزوا الأشهر والسنوات هو يروح يهرب. نعم. وإحنا مازال متشبكين فيه. نعم. اليوم الفريق الوطني إلى خرج من التصفيات هذه خسر في الماتش دو باراج هذايا، كاين أسباب تقنية أولا، تقنية تكتيكية، ممكن أسباب مترابطة انضباطية ربما انضباطية تحكيم، ولكن ما نغلقوش كل أسباب غير على التحكيم. غير على التحكيم، التحكيم يقدر يكون في صالحك يقدر ما يكونش في صالحك. واليوم أنا نشوفوا هاد لي نوفوتي تاع الفار يعاونوا الاربيت باش يدير اقل خطا يقلل من الاخطاء. لكن البارح هذه النتيجه هذه ماهيش مفاجاه للمتتبعين، لكن هذوك اللي متشبكين بالعصبيه نعم يحبوا غير لازم نربح لازم نربح. كره القدم نهار تربح ونهار تخسر، وهذه ماشي المره الاولى اللي صارت لنا حاجه كيما هذه. نعم. تفكروا في نقولوا في السبعينات، في وسط السبعينات الجزائر تلعب مقابله تاع كيفاش يقولوا ديسيزيف مصيريه مصيريه مع لا غينيا هنا في العاصمه. نعم. ملعب 20 اوت غينيا تقلبت 3-2 وتاهلت كاس افريقيا وحنا قصينا. وصارت مع غينيا في 2000 صارت من بعد مع تونس. نعم. نهضرك على 77 هاد المقابلات متشابهين. نعم. تصفيات كاس العالم الفريق الوطني لاباس به ولازم يغلب تونس هنايا، الجمهور استاد معمر، مصطفى دحلب جا، محمود قندوز المره الاولى اللي عيطوا له في الفريق الوطني 24 دقيقه لعب سجل هدف من بعد كره تاع سير كورنر، كلش الامور تمشي في صالحنا. تونس عاودوا ولا في المقابله وخرجونا رحنا الاقصاء. والمثل الاخير هو هنا في كما تقول في 2007 كاس افريقيا اللي جرات في التاهل كاس افريقيا في غانا وفي نيجيريا. نعم. مقابله خلاص الاخرى هنا في 5 جويليه نربح الفريق الوطني يربح قبل الاخيره نربحوا مع غينيا نجوزوا. كان معنا حنايا مدرب كافالي كان كافالي وهما كان معهم وقال نضل نوزاريتي الا ما خانتنيش الذاكره نوزاري. نعم. ولكن عشيه المقابله وقعوا مشاكل في البيت الفريق. نعم. الوطني كنا خارجين مباراتين مع البرازيل ومع الارجنتين يعني لعبنا معاهم. نعم. لعبنا وحده الاولى في برشلونه والثانيه في مونبولي. نعم. لكن المقابله هنا مع غينيا خلاص لحقنا مقابلة نربحوا وما ربحناش. يعني هذه كرة القدم ما عندك حتى ضمان. صح. تربح تخسر وهذو اللي كيفاش يقولوا لي ريكور هذو ما أرقام مديورين باش يجي نهار وين يحبسوا. نعم. كما الكاميرون حبس لي ريكور تاعهم في بلادهم في المقابلة الأولى ضد. نعم. الجزائر. نعم. احنا لي ريكور تاعنا حبس هنا في بليده، احنا حبسنا لهم ريكور وما حبسونا ريكور. صح. نعم. دركا اليوم مقابلة كيما هذه انهزام مر. صح. الى حبينا نروحوا نشوف في الخط السليم لازم نشوفوا الاسباب ماشي احنا. نعم. خاصه التقنيين. نعم. يمدونا القراءه تاعهم. نعم. واحد ما عنده الحقيقه في الدنيا هذه. نعم. في كره القدم ما كاش اللي عنده الحقيقه. نعم. اللي يقول لك هذوك ما يعرفوش وانا نعرف هذا انسان او ينفخ في روحه نرجسي. اليوم لازم يناناليز مليحه تاع الظروف اللي جرات فيها المقابله، يقراوها من الزاويه التقنيه من الزاويه تاع لا تاكتيك من كل نواحي ويجيبوا لنا يقولوا لماذا ابيبري خصنا لتفادي في المقابلات المقبله ما نزيدوش نديروا الاخطاء هذه الا كان هذا خطا. نعم. ولكن الى درك نقعدوا لا هذا الاربيت اللي خسرنا وهذا اللي دار لنا ومشي الفريق تاعنا. لا لازم المختصين هما المدربين والتقنيين وسعداء الداء تاع الصح يقولوا الفريق الوطني علاش ما اداش مقابله في المستوى، هل الخطه اللي خيرها النخب الوطني كانت مناسبه ام لا،
الدور تاع اللاعبين. نعم. هل اللاعبين، لان هذا كلش ما نردوش على الناخب وحده ولا اللاعبين. نعم. ناخب ولاعبين والظروف اللي التحضير اللي داروا فيها و نعم. مجريات المقابله هذا كل. نعم. كل الاتحاديه يعني للمحيط. صح. نعم. لكن كان قاعدوا درك هاو قاسما هاو لوبولو هاو ماشي فلان، ايه معناتها نولوا في ليسبري تاع الحومه ويتعاودوا نفس الاخطاء. ما نتقبلوش ما نتقبلوش. نعم. وما نسقموش روحنا. ما نسقموش روحنا. كرة القدم فيها أخطاء. نعم. ولازم أنت ذوك الأخطاء تنقصهم، ما نقولوش تمحيهم. نعم. تنقصهم قد ما تستطيع.